طب اي مفاوضات؟ والدول العربية مصر وقطر مكيفين وبدهم اهلا وسهلا فورا بدهم يروحوا على المفاوضات. طب ايش المفاوضات؟ صار لكم 10 شهور بتتفاوضوا، طب ايش النتيجة؟ وعلى ايش؟ وبقول لك نتنياهو بده يرسل وفد للتفاوض. طب ليش يرسل وفد للتفاوض؟ ما ارسل عدة مرات وفود. طيب ايش بدهم يبحثوا؟ طب الاتفاق قلتوا انه اتفاق صار وحماس وافقت على الاتفاق، ايش صار بعدها؟ صار بعدها انه الحرب الاباده تزايدت ودمروا القطاع او ما تبقى من القطاع، وكل يوم في مجازر بتصير. طيب كمان ايش عمل نتنياهو؟ نتنياهو عمل اللي هو اغتال اسماعيل هنيه، الشهيد اسماعيل هنيه. نتنياهو ايضا اغتال فؤاد شكر، السيد فؤاد اللي هو الرجل الثاني في حزب او قائد الاركان حزب وقواته العسكريه. طيب هذا اللي عملوه. طب نرجع للمفاوضات من الاول، ويروحوا العرب وبالذات مصر وقطر يروحوا يقعوا في المصيده نفسها؟ يا اخي عيب، والله عيب. قولوا لا انتوا، طيب احنا جينا وعملنا مفاوضات ورايحين جايين سري مري، طيب ايش عملتوا؟ ايش انجزتوا؟ وهديتوا المجازر اللي بتصير؟ خففتوا من حدتها؟ اليوم هيو نتنياهو بيرسل قواته لخان يونس وبده يرتكب مجازر في خان يونس. طيب وبعدين يعني؟ فهي هذه عمليه التفاف، لانه في الان محاوله للثار لاغتيال اسماعيل هنيه وان هو السيد فؤاد شكر. طيب لما بيشوفوا هيك بقول لك لا، وبعدين معركه وهي وامريكا بترسل طائرات اللي هو 22 اف 22 وبدها تحمي اسرائيل وحرب شامله. يا اخي طب عملت حرب شاملة في العراق، ايش اللي صار؟ وين العراق؟ مازال موجود. عملت حرب شاملة في افغانستان، ما زالت افغانستان موجودة واللي بيحكمها طالبان. يعني عملوا حرب شاملة في سوريا، طيب ايش اللي صار؟ هيو الاسد ما زال موجود، ورغم اكثر من 500 مليار ما قدروا يطيحوا فيه، لانه في جيش وفي شعب. طيب كمان فيتنام. طيب بعدين ليش احنا العرب بس بنخاف من اللي هي قصة الحرب الشاملة؟ طب ما تصير حرب شاملة، ايش بده يعملوا يعني؟ ايران حتظل موجود، ما ايران موجود من 8000 سنة، وكمان العراق موجود من 8000 سنة، وسوريا موجودة من 8000 سنة. طب من امريكا اللي صار لها بس 300 سنة. طب احنا ليش خايفين؟ يقول لك حرب شامله، ويقول لك ارسلوا طائرات وارسلوا حاملات طائرات. ما طول عمرها حاملات الطائرات الامريكيه موجوده، طول عمرها هاي الطائرات الاف 15 واف 16 واف 35 واف، طب ما كله موجود. يعني غريب هالعالم، الان بدهم ينقذوا نتنياهو. يعني اكثر شيء انا بستغربه انه لما بيجي بقول لك والله بيتصل ماكرون في الرئيس الايراني وبقول له والله احنا بدنا اياكم تتخلوا عن منطق الانتقام وتضبطوا النفس. طب انتوا ضبطتوا النفس؟ انتوا فرضتوا على اسرائيل ضبط النفس؟